انه ما دام هذا الشعب محتل ينبغي ان نتالم جميعا، كيف لي لامه اسلاميه عربيه افريقيه مجتمعة على هذه الرقعة الأرضية التي استعمرها الإسبان وخرجوا منها وحدثت فيها أخطاء بعد ذلك، ثم تحتلها المغرب جهارا نهارا في عصر لم يعد فيه أي احتلال موجود. الصحراء هي الدولة الوحيدة المحتلة إفريقيا، وهذا ينبغي أن تتحرك فيه جميع الدول وخاصة الأفارقة. نحاول أن نجعل القضية الصحراوية في الواجهة بإسبانيا، ولكي يعرف الإسبانيون بأن هناك شعب يكافح من أجل تحرره، وهذا هدفنا الرئيسي. Pueblo español desde el año 75 se ha ido organizando. منذ سنة 1975 ونحن متضامنون مع الشعب الصحراوي ومع قضيته العادلة. الجمعية الإسبانية دائما تشارك في مؤتمرات جبهة البوليزاريو وتدعمها في كل المناسبات. إخواني في الجمهورية العربية الصحراوية، نحن معكم قلبا وقالبا، وأبلغكم تحيات إخوانكم في جمهورية تشاد وفي إفريقيا الوسطى وفي كاميرون وفي جل إفريقيا، كلهم معكم حتى تنالوا حقكم الدستوري، ونحن لدينا بدائل أخرى أن نأخذ بها حقوقنا، فلذلك نحن نأمل العام المقبل أن نأتي إلى مطار الجمهورية الصحراوية. أنا برلمانية في برلمان ميركوسور الذي يجمع الأرجنتين، الباراغواي، البرازيل، أوروغواي، فنزويلا وبوليفيا. أنا أساند الصحراويين منذ مدة. أظن أن هذا المؤتمر مهم للتعريف بما يجري في هذا البلد وما يتعرض له الشعب الصحراوي. Nous sommes venus une délégation assez large de latino-américains. لقد جئنا في وفد واسع من أمريكا اللاتينية لمرافقة جبهة البوليزاريو. هناك مسؤولون من تشيلي، فنزويلا، نيكاراغوا، بورتوريكو، كوبا، بنما ودول أخرى. نحن هنا للتعبير بأن شعوب أمريكا اللاتينية مع كفاح الشعب الصحراوي.